بس 5 كيلومتر عن الحدود مع لبنان. هلا في مستوطنه على راس التله اسمها شو اسمها؟ اسمها الكوش، مستوطنه الكوش اسمها. بتروح على الحبس مستوطنه. هلا تقريبا ما فيها شيء عمار او شيء، هي مدمره تقريبا ما فيها ناس، بس حدها على هي بتيجي على راس التله، على راس التله في هلا مستوطنه الكوش. بس ما في بيوت، ما في شيء، ما في الا المستوطنه. ولا الشباب يعني شباب بدي يلعب فوتبول، ما في كمان محل. فهي انه هي مش قصه فوتبول، قصه لعب يعني، ما في محل يلهب فيه الواحد. المشكله الدراسيه بتعرفوها، ما في في مشكله بالدراسه، في مشكله بالاتصال حكيناها، شو في كل شيء في مشاكل. فهي الحياه مخيم، ممكن تتفاوت في مخيم احسن من مخيم، بس بشكل عام كله نفس الشيء، كله في مشاكل. في هلا الوضع كل ما في شيء بيصير بلبنان كمان بتأزم على الفلسطيني وعلى المخيمات شو لازم يصير هلا نرجع فلسطين نطين الحقوق. لازم يصير اول شيء يصير في كلهم مع بعض يشتغلوا جوا، مش هون ولا انه في شيء جوا، يشتغلوا كلهم مع بعض، مش فتح لحاله او حماس لحاله او حماس وفتح لحاله، في كثير اطراف لازم كلهم يشتغلوا مع بعض. انه السلام، في سلام، انه نحن بنحب السلام، مش ما في حدا ما بيحب السلام، بس اي سلام، السلام اللي نحن قلنا معه انه اللي بيرضينا وبيرضيهم، مش انه سلام يعني خلاص في دوله فلسطينيه بس ممنوع حق العوده، ممنوع في نفس السلام بكل البنود ونحن معه. بطبيعة الحال أشياء هيك مخربطة. فلسطين يعني إيديولوجيا إذا بدك تحولت مع الوقت، هي بطلت يعني بطلت العلاقة بالأرض، العلاقة بالناس، المخيم شيء أكتر يعني فكر، يعني ما بعرف كيف أقولها، بس فيك تقول حلم.
فلسطين حلم. حق العودة؟ هنرجع.